صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 62 لسنة 2021 بنقل وتعيين مدراء في جهاز الخدمة المدنية جاء فيه المادة الأولى تنقل السيدة نورا ماجد الغتم مدير إدارة التوظيف بجهاز الخدمة المدنية لتكون مديرًا لإدارة الأجور والمزايا بجهاز الخدمة المدنية. المادة الثانية: يعين في جهاز الخدمة المدنية كل من السيدة سبيتش راشد عبد الرحمن المناعي مديرًا لإدارة الترقيات، السيدة ريم حسن حميد مرهون مديرًا لإدارة الأداء المؤسسي.